أدعو السيد السفير حمدي سند لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية نيابة عن السيد سامح شكري وزير الخارجية المصرية لإلقاء كلمته. معالي السيد المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري، معالي السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، السيدة سحر البدار رئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي، السيدات والسادة الحضور، يسعدني بداية أن أتوجه بالشكر والتهنئة إلى مجلس النواب وإلى الاتحاد البرلماني الدولي على رعاية وتنظيم المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي للشباب البرلمانيين الذي يوفر فرصة ومنصة هامة لإبراز دور وأصوات ومساهمات شباب البرلمانيين تجاه العديد من القضايا والتحديات المعاصرة. كما أود أن أنقل لكم تحيات السيد سامح شكري وزير الخارجية الذي كان يود حضور المؤتمر اليوم، إلا أن ارتباطات طارئة استلزمت وجوده في القاهرة. وفيما يلي كلمة السيد وزير الخارجية. أصحاب المعالي، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي أن أعرب لجمعكم الكريم عن تقديري بصفتي الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لاختيار مؤتمركم لقضية تغير المناخ كقضية رئيسية لمناقشات هذا المؤتمر، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة على ضوء قرب موعد انعقاد الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الذي تستضيفه مصر باسم الدول الأفريقية هنا في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، من المؤسف أن المجتمع الدولي لا يسير على الطريق الصحيح في معالجة أزمة المناخ المتصاعدة، خاصة وأن فرصة تصحيح المسار قد تتراجع بشكل ملموس في حالة عدم الإقدام على المزيد من العمل الجاد والفوري والفعال وعلى نطاق واسع، وهو ما أيدته التقارير العلمية وأهمها تلك الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC، حيث أوضحت هذه التقارير أن الآثار السلبية المقترنة بتغير المناخ باتت حقيقة واقعة تلقي بظلالها السلبية بأشكال ودرجات مختلفة على جميع مناطق العالم وكافة قطاعات الاقتصاد وحياة المجتمعات، وتتحول هذه الآثار بشكل متدرج إلى سلسلة من الخسائر والأضرار المادية وغير المادية التي تزيد من العقبات أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم النامي. وفي هذا السياق أكدت التقارير العلمية وفقاً لأحدث التقديرات إن الجهد العالمي المبذول في المرحلة الحالية غير كافي لإدراك هدف اتفاق باريس بعدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين، وفي نفس الوقت العمل على الحفاظ على هدف الدرجة والنصف في المتناول. وبالتوازي مع ذلك تستمر الدول النامية في مواجهة تحديات وعقبات كبيرة تحول دون نفاذها بشكل فعال ومرن وكاف إلى التمويل لتنفيذ جهودها في تحقيق أهداف اتفاقية الدول الأطراف واتفاق باريس، وعلى رأسها مصادر التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات بما يتسق مع مبادئ الاتفاقية، ومنها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة ومبدأ التكافؤ وفقاً لظروف كل دولة وحالتها التنموية. الحضور الكريم،
تشاركونني الرأي في أن التحرك على النحو المأمول لتحقيق هذه النقلة النوعية في العمل المناخي بعد مؤتمر جلاسكو وقبل وخلال مؤتمر شرم الشيخ تحيط به متغيرات دولية بالغة الصعوبة، وفي ظل تحديات جيوسياسية دقيقة وذات تبعات سلبية واسعة على أمن الغذاء وأمن الطاقة، فضلاً عما فرضته جائحة كورونا من ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية لا نزال في مرحلة التعافي منها، وهو الأمر الذي يستدعي في أكثر من أي وقت سابق بذل المديد من الجهد في شرم الشيخ لتجديد الالتزام بقضية العمل المناخي وتنشيط الدبلوماسية متعددة الأطراف بشكل يعكس الإيمان والثقة بقيمة التعاون الدولي والتضامن بين الدول والشعوب من أجل المصلحة المشتركة في الحفاظ على كوكب الأرض ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة. ولعل في تزامن مؤتمر شرم الشيخ مع الذكرى 30 لاعتماد الاتفاقية الإطارية فرصة لمراجعة ما تحقق وما لم يتحقق مما قطعته الدول الأطراف من التزامات لا ينبغي أن يحاد عنها. أصحاب المعالي السيدات والسادة، اختار الجانب المصري مسألة تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية كعنوان عريض لاستضافته ورئاسته لمؤتمر الأطراف، وذلك انطلاقاً من الحرص على البناء على الحراك الفاعل الذي شهده مؤتمر جلاسكو الأخير، وكذا وصول المجتمع الدولي بعد سنوات من المفاوضات إلى توافق حول كافة السبل المطلوبة لتفعيل اتفاق باريس بشكل كامل والانتقال لمرحلة التنفيذ العملي والحقيقي على الأرض. واتصالاً بذلك، فإن الرئاسة المصرية للمؤتمر كما سبق وأكدت في أكثر من مناسبة تدرك أن الحديث عن تنفيذ الالتزامات والانتقال إلى مرحلة التنفيذ التعهدات يقترن بصفة أساسية بإجراء حوار متعمق وتفاعلي وجاد مع ممثلي كافة الأطراف غير الحكومية صاحبة المصلحة والمعنية والمتأثرة بالأزمة المناخية الحالية. وفي قلب الحديث عن الحوار مع كافة الشركاء خارج النطاق الحكومي يأتي دور الشباب الذي يمثل النسبة الأكبر من سكان كوكبنا، وكذا يأتي دور البرلمانيين بما لهم من دور أساسي في دفع الأجندة المناخية على المستويات المحلية والوطنية والقارية والدولية. ومن ثم فإن هذا المؤتمر يعد نقطة تماس وتلاقي بين الفئتين ويسهم في إبراز القدرة والإسهام المضاعف للشباب البرلمانيين في تحريك الجهد العالمي لمواجهة الأزمة المناخية عبر أنشطة التخفيف ووقف الانبعاثات وبلورة وتنفيذ أجندة تحولية للتكيف والصمود وتوفير التمويل المناسب والقادر على تمكين الدول النامية من التنفيذ ورفع الطموح المناخي بما في ذلك عبر الهدف الكمي الجديد لتمويل المناخ، وهي جميعها عناصر رئيسية في رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر المقبل في شرم الشيخ. وفي هذا السياق فإن لشباب البرلمانيين قدرة فريدة على نقل وتضمين نطاق واسع من الأصوات ووجهات النظر المعنية بتغير المناخ على المستوى الوطني وخارجه، لا سيما ما يتعلق باهتمامات قطاعات رئيسية تشمل ذوي الإعاقة والمجتمعات المحلية والسكان الأصليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمزارعين والعمال ومؤسسات الحكم المحلي والباحثين والأكاديميين. وبطبيعة الحال تأتي المرأة والشباب المنتمية لهذه القطاعات على رأس اهتمام القطاع الحكومي والبرلماني.
ومن هنا فإن المؤتمر العالمي لشباب البرلمانيين بتركيزه على مسألة تغير المناخ يتيح فرصة متميزة لتبادل الآراء حول العديد من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة، ومن بينها أفضل الممارسات البرلمانية تجاه أجندات العمل المناخي ومتابعة تنفيذ الإسهامات المحددة وطنياً وحشد التمويل بما في ذلك عبر التعاون والشراكات الدولية، وكذا أداء الدور الرقابي الرئيسي للبرلمانات تجاه التزام كل من دولنا باستحقاقات الأجندة المناخية العالمية ودفعها نحو المزيد من العمل والطموح على كافة المسارات. وهنا تجدر الإشارة إلى الدور التقدمي والفعال الذي يقوم به مجلس النواب المصري بالتنسيق مع الحكومة المصرية لبلورة وإصدار تشريعات من شأنها التعاطي بشكل أفضل مع قضايا البيئة وتغير المناخ. أصحاب المعالي السيدات والسادة، أختتم هذه الكلمة بالإعراب عن التقدير الكبير لدور البرلمانيين وخاصة شباب البرلمانيين تجاه القضية المناخية، مروراً بمؤتمر اليوم وما سيصدر عنه من استخلاصات قيمة، وأعرب كذلك عن تطلع مصر ورئاستها للمؤتمر نحو المزيد من الجهد والإسهامات البناءة التي تصب في إنجاح مؤتمر تغير المناخ 27 بشرم الشيخ بما ينعكس إيجابياً على حياة الشعوب ومستقبلها. وشكراً.